أربعة شلع شريف. الفقرة دي في حب كوكب الشرق الست أم كلثوم. أنا كنت محظوظ إن أنا اتربيت من وأنا صغير إن بيتنا كل يوم يبقى فيه غنى لست أم كلثوم. أهلي دايماً كانوا وإحنا بنتغدى وإحنا بنتعشى وإحنا قاعدين أيام الشرايط الكاسيت كان لازم نبقى بنسمع سيرة الحب، ألف ليلة وليلة، أنت عمري، الأغاني الجميلة دي. فأول ما تيجي سيرتها، سيرة أم كلثوم، أنا ذهني بيفتكر حاجات حلوة قوي في بلدنا. بفتكر مصر في السبعينات، بفتكر طفولتي، بشم ريحة حلوة، بفتكر الأصالة وبحس بالأصالة، بحس بمصر، بحس بالعظمة، بشوف إزاي الواحد ممكن يبقى عنده الموهبة ومن غير لا واسطة ولا محسوبية ولا أي حاجة يبقى طالع من الريف المصري ويوصل بصوته بموهبته للعالمية ويمشي ويسيب الدنيا ويفضل محتفظ بمكانته العالمية. إن لما نقول أم كلثوم إحنا مش بنقول إنها أثرت بس في وجدان المصريين والعرب، لا، أم كلثوم العالم كله عارفها. فأنا سعيد جدا جدا إن أنا النهاردة الفقرة دي معايا زميلتي وصديقتي وأختي دينا نصير، وهنقعد نتكلم عن كوكب الشرق وهنتكلم عن لبسها، مش هنتكلم عن حاجة غير لبسها، وهي كانت برضو مصدر وطاقة للأناقة والشياكة من أول المنديل اللي كانت بتمسكه وهي بتغني، وقفتها وعظمتها على المسرح. هي طبعا أول عربية وقفت على مسارح فرنسا، مسرح الأولمبياد، وغنت البراش الألماس اللي كانت بتلبسه. يعني لو قعدنا طبعا نضارتها، لو قعدنا نتكلم عايزة حلقات وعايزة أيام عشان نقعد نتكلم عن الست أم كلثوم. فدينا النهاردة محضرة مذاكرة وعاملة شغل جامد قوي. ازيك يا شريف؟ يا حماراتك. الأخبار؟ أخبارك إيه؟ قبل ما نتكلم عن ملابس الست أم كلثوم، بالنسبة لك لما الواحد يقول أم كلثوم أنت بتحسي بإيه؟ لا، أم كلثوم عظمة، أم كلثوم أيقونة، أيقونة في الموضة الكلاسيكية، أم كلثوم ست مصرية جدعة، أم كلثوم ست إنسانة جميلة جدا على المستوى الشخصي وعلى المستوى الإنساني. هي فنانة مش هتتعوض، وفي نفس الوقت بتثبت لي، ومن لما قريت في حياتها كتير قوي، إن هي مش مجرد بس، لأن الموهبة عشان تنجح أنت مش عايز موهبة بس، أنت عايز موهبة وذكاء. الست أم كلثوم كست ذكية جدا جدا، وفي نفس الوقت أنا في موقف استوقفني جدا جدا. السيدة أم كلثوم على مدار حياتها تعرضت لمحن كمطربة كانت ممكن توقفها. فكرة الغدة الدرقية نتجلها، فعشان كده هنعرف ليه كانت بتلبس النضارة الصدى، مع إنها ما كانتش بتلبسها على المسرح، بس هي كانت بتلبسها طول الوقت في حياتها، عشان أم كلثوم جالها مرض الغدة الدرقية، وده كان بيأثر على العينين وبيخلي عينين تبقى جحصة شوية، فعشان كده لبست نضارة صوت. إزاي إن هي حولت المرض لطاقة إيجابية وما وقفهاش؟ لأن أنت عارف أي مطربة بيبقى مصدر من مصادر بتاعتها هي أناقتها وشكلها قدام الناس، فإزاي قدرت إن هي تستخدم كل ده وقدرت إن هي تحوله لطاقة إيجابية؟ بلس مجهودها مع الشعب المصري. بعد النكسة السيدة أم كلثوم لفت العالم كله بتعمل حفلات عشان المجهود الحربي، وساعدت كتير جدا في تأسيس الجيش المصري، فيعني ليها مواقف رهيبة. يعني بحس كل ما أسمع اسم السيدة أم كلثوم كمان بحس قد إيه إن أنا فخورة، لأنه لما كنت بشوف حفلاتها بره مصر، لا، الناس كلها كانت بتستنى السيده ام كلثوم. مامتي بتقول لي ان احنا كنا كل خميس من اول شهر كلنا بنستنى السيده ام كلثوم، كل الناس. فيعني السيده ام كلثوم في كل بيت مصري ليها ذكريات كبيره، وعربي طبعا ليها ذكريات كبيره جدا 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 لكل الناس. فلا، يعني حدوته كبيره زي حدوته مصر كده، والسيده ام كلثوم هي جزء من حدوته مصر. بالظبط، جزء من الحدوته المصريه بتاعتها. يعني في اسامي كده جزء من مصر. صحيح. ويا بختنا بيهم. ايوه، انا بس الحاجه الوحيده اللي استوقفتني انه
بيتها، وده طبعا الدوله ما لهاش علاقه بيه لانه ده كان الورثه بتاعتها. اتهد اتهد واتبنى مكانه بس برج كبير جدا، برج ام كلثوم، وبرج شكله قبيح جدا بالظبط. لكن اللي اسعدني اكتر اكتر، وده اللي انا خلاني كمان رحت، لان انا رحت المتحف بتاعها في قصر منستيرلي، وده تم افتتاحه في 1/1/2001. بيضم مقتنيات للسيدة أم كلثوم، منها طبعا ناشين اللي حازت عليها من جميع أنحاء الدول العربية، مجوهراتها، هي كانت بتحب المجوهرات قوي، وكان يمكن وكلها على فكرة هدايا بتجيلها من كل أنحاء العالم، وهنشوف ده يعني البروش بتاعها على شكل هلال كانت مشهور قوي، ده كان هدية من ملك المغرب وغيرها وغيرها. وكان بيقال إن المجوهرات بتاعت السيدة أم كلثوم بتعملها مخصوص، ما كانتش هتلاقيها حد لابس حاجة زيها. في كمان القلم بتاعها العود، لأنها كمان علمت نفسها عود. لا هي حدوتة كبيرة قوي 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 قوي. والمتحف بتاعها على قد ما أنا كان نفسي قوي أن يبقى فيه حاجات دوكيومنتد أكتر، أو حاجات موثقة أكتر، لأن طبعا في شوية فساتين مكتوبة هي اتغنت بيها فين، وفي حاجات مش موجودة. طب هل كان في ديزاينرز أو مصممين معينين هي أيوة بتفضلهم؟ عايز أقولك أن هي كان عندها مدام فاسو. مدام فاسو دي سيدة أرمانية من أصل مصري، هي اللي كانت بتفصلها الفساتين. مصرية من أصل أرمانيا. سوري، مصرية من أصل أرمانيا، أنا أسفة. عايزة أقول لك إن دي اللي كانت بتفصلها الفساتين، السواريهات اللي هي كانت بتظهر بيها على المسرح. خلي بالك برضو اللي أنا عرفته إنه السيدة أم كلثوم لما كانت بتعمل بروفة الفستان بتعمل بروفة 3 مرات، المرة الثالثة كانت بتقعد ساعة ساعة تشوف لو في خيط موجود. هي كانت دقيقة جدا جدا جدا، بتختار الأقمشة بتاعتها، وهي كمان كانت مش أي أقمشة الست أم كلثوم بتختارها. هقولك على أنواع الأقمشة اللي هي كانت بتحبها والألوان كمان اللي هي كانت بتحبها. طب قولي لنا، احكي لنا ولو احنا بنشوف الصور. عايزة أنا عايزة أشوف احنا بس أنا الصور. لا بس هقولك بس الألوان هي كانت بتحبها، كانت بتحب الأخضر والأحمر والبني والبيج، وكانت بتحب الدانتال والجبير والشيفون والقطيفة، يعني كلها كمان قماشات غنية غنية جدا جدا. وفي نفس الوقت السيدة أم كلثوم عملت ستايل نفسها مش شبه أي حد خالص، ما كانتش بتنقي موديلاتها من كتالوجات. هل ما كانت بتسافر بره أو كده كانت بتلبس؟ كانت بتجيب قماشات قماشات بس ما بتلبسش من بيوت أزياء. بتلبس، قالوا إنه بص دي بعض المصادر قالت يعني إن ليها صورة كانت في كريستيان ديور في باريس، ليهم صورة كانوا حاطينها السيدة أم كلثوم، بس أنا ده اللي كان بيقال في إحدى المصادر. بس هي كان ليها ديزاينر بتعمل لها الفساتين بتاعتها اللي كانت بتظهر بيها بالذات في فترة الخمسينات، اللي هي مدام فاسو. فاسو بالظبط. وكان في مدام أندري، دي كانت بتفصلها اللبس اليومي بتاعها الكاجوال بالظبط. بس هي كانت مهتمة جدا جدا، وكانت بتهتم بالديتيلز قوي قوي قوي. يعني المنديل ده ليه قصة. يمكن المنديل ده السيدة أم كلثوم أول ما طلعت وغنت وبقى عندها فرقة كانت قلقانة جدا، وكانت بتترعش وابتدت ايديها تعرق. على فكرة في ناس كتيرة قوي كده ما بيتوتروا تلاقي ايديهم بيعرقوا، فقالت لهم ادوني منديل بسرعة، ادوني منديل. فالمنديل بقى جزء منها، وفي نفس الوقت كمان بقت بتعمله بنفس لون الفستان بتاعها. فزي ما بقولك قد ايه ان هي بتطوع اي حاجة عندها ممكن تكون حاجة سلبية بتطوعها لحاجة إيجابية. فابتدت تنقي المنديل فستانها أخضر يبقى المنديل أخضر، بقت كلها حاجات ريد مارك. عارف لو زي مثلا لما تيجي تختار أي أيقونة يا شريف بيبقى ليهم نظارة معينة، بيبقى ليهم. السيدة أم كلثوم كل لبسها بنظارتها بالتفاصيل بتاعتها، بجزمة اللي أنا بشبهها بجزم سندريلا لأنها جزم كمان كانت حلوة قوي. وفي نفس الوقت الفساتين بتاعتها، خلي بالك برضو السيدة أم كلثوم كانت فساتينها واختياراتها لان الباك جراوند بتاعها او خلفيتها لانها جايه من الريف المصري، فكانت لازم برضو تحافظ على الفساتين بتاعتها تكون محافظه. اشكرك بالظبط، ان هي تكون محافظه جدا وما تكونش مكسمه، وتكون محافظه قوي وفي نفس الوقت شيك. صح، فكان بيميزها قوي قوي الستايل بتاعها وشعرها الشينيون اللي كانت بتعمله. والشينيون بالظبط، الشينيون اللي كانت رافعه شعرها، الشينيون بتاعها كان مميز بالزبط. قوي جدا جدا جدا. وزي ما قلت هي كانت كمان اللي كان بيميز قوي السيده ام كلثوم هي مجوهراتها. عندك اي خلفيه او معروف مين اللي كان بيعملها شعرها، مين الكوافير، مين اللي بيعملها ميك اب او كده، ولا مش لا مش معروف؟ مش معروف، مش أوكي. معروف أوكي. بس هي مين اللي كان يقولوا الحاجات اللي كانت مميزه قوي للسيده ام كلثوم هي المجوهرات بتاعتها. يمكن حتى الفنانه احلام قالوا عشان كانوا بيتكلموا على المجوهرات، قالت انا بحاول اقلد السيده ام كلثوم. بس فهي كمان كانت مميزه قوي قوي يا شريف، وكانت بتسافر بره تجيب القمشه بتاعتها. تعالي نشوف اول صوره. يلا نشوف أول. احنا هنبتدي نشوف الصور بالتسلسل التاريخي بالظبط. يعني اول لما جت من الريف كانت لابسه ايه، حتى وهي لسه جايه من الريف كانت شيك برضه. صحيح، بس هي هنا طبعا انت عارف السيده ام كلثوم هي مد اهليه،
وعايز اقول لك كمان ان هي كانت بتلف مع والدها. السيده ام كلثوم كانت مصدر رزق للعيله. اخوها كمان كان بيغني، بس باباها لما اكتشف ان هي بتغني وكان مبهور بصوتها، لان انا ما قريت عن صوت السيده ام كلثوم لانه صوت جبار. هي احنا عندنا طبقات صوت رجالي وطبقات صوت حريمي، هي عندها الاثنين، فهي عبقريه. هي كانت بيلبسوها زي الولاد لان باباها كان عايزها تبقى حشمه وفي نفس الوقت عايز يحافظ عليها، فكانت بتلبس عقال وبتلبس شبه اللبس العربي شويه. بالظبط، بتلبس زي الولاد يعني. ده في الوقت اللي كانت بتلف فيه في المولد مع بابا. اوكي، نشوف اللي بعدها. دي بقى في العشرينات. اوكي، وطبعا اللبس العشرينات مميز قوي يعني، برضو ستيل محافظ وفي نفس كلاسيكي الوقت كلاسيكي قوي. كلاسيكي قوي، الهيد بيس اللي بتتلبس يعني كلها حاجات كلاسيكيه. الصوره اللي بعديها على طول، هنا بقى ابتدت تبقى مودرن شويه بس برضو في تحفظ. كانت لسه بقى السيده ام كلثوم ما جاتش القاهره، وابتدت هنا بقى ابتدى حبها يبان شويه للقمشه والدانتيل والشياكه وفورمه الشعر، لان الفورمه دي برضو قعدت بيها والستايل بتاع الشعر ده قعد بيه فتره. اوكي، ستايل الفساتين هنا قبل ما تبتدي تتعرف على مدام فاسو كان مختلف، لانه كان منفوش وبيبقى فيه كذا لاير وجيبون شويه. هنا بقى نيجي الفستان ده يا شريف كله بيرل او كله لولي. عايز اقول لك ان الفستان ده غنت بيه اغنيه الاطلال. عايز هو الفستان هنا وهي لابساه والصوره الثانيه وهو في المتحف موجود دلوقتي، موجود بتاع موجود في المتحف. فعشان كده خلي بالك احنا برضو احنا هنا بقى ده دي حاجات مدام فاسو، دي حاجات مدام فاسو. أوكي. عايز اقول لك انه احنا محظوظين ان المتحف بتاعها موجود وان احنا لحقنا نشوف شويه حاجات. لان احنا طبعا عشان كل حفلاتها كانت ابيض واسود، فاحنا ما نعرفش الالوان. بالظبط، ودي برضو خلي بالك في حاجات نعرف هي غنت بيها ايه وحاجات لا. بس هنا برضو ده فستان مطرز، و هنا كان مختلف قوي الفستان ده علشان الفولونه اللي في الايد. ايوه بالظبط، هي كمان كانت بتختار الموديلات بتاعتها والالوان، وده كان لونه على نحاسي بني برضو، فيعني الالوان اللي هي كانت بتحبها. الفستان ده كمان اخضر وفي يمكن فضي كمان. ده من احلى برضو الفساتين. ده غنت ده ولا ايه؟ ولا نعم؟ ده جيبيور على دانت ولا متهيألي. اوكي، الصوره اللي بعديها على طول ده دانتيل اخضر، وده غنت بيه في حفله كانت في تونس. ويمكن ده من اشهر الحفلات اللي غنتها السيده ام كلثوم. وتونس انا بسمع كلام عن حفلاتها في تونس، ازاي الشعب التونسي كان بيستقبلها، شعب سميع، فان هو يستقبلها الناس كانت يعني بجد بيغمى عليها بجد. هنا موف. هنا موف بقى. وعايز اقول لك كمان خلينا نتكلم على التطريز والمنديل اللي كانت بتلبسه والجولري هي او كمان الحوليه اللي هي كانت بتختار، لان هي كانت بتحب جدا المجوهرات وبتحب الطعم بيها، والشنيه طبعا اللي كان مميز بالنسبه لها. هنا انا كنت عايزه اقول بس المنديل، وده كان غنت بيه. ده عايز اقول لك انه كمان بيربل فاتح قوي، ليلا فاتح قوي، ده غنت بيه انت عمري. الاحمر بقى. بالظبط، انا ما اعرفش الاحمر طبعا في اغنيه ايه، بس بص بقى هنا كان برضو في هنا في سنه مش عايز اقول جرأة، بس كان في شويه عشان في الدرابيل على الصدر. بالظبط، الدرابيل على الصدر شويه، وفي تقسيم تقسيمه سنه، تقسيمه السنه للوسط. بالظبط، والمنديل طبعا نفس اللون تحفه. بص بقى الفستان ده رائع برضه. يعني ده كومي بتاعه شيفون او تول. ايوه، وكله بقى مطرز او سوري كله كمان فيه ورد يعني. اوكي، بس اللون البلو بقى كمان عليها. ما تعرفيش ده فين؟ لا متهيألي مش عارف، بس متهيألي ده الموجي معاها. انا مش شايف، مش عارفه، ممكن يكون في احدى الافراح او احدى الحفلات يعني. اوكي، هنا كمان الدانتيل. خلي بالك انا شفت في الاربعينات وفي الخمسينات الموديل ده موجود كتير قوي. فكره الدانتيل او اللي موجود على ولسه موجود الحاجات الكلاسيك الفينتج دي. انا بصي عايز اقول لك حاجه. كل الفساتين اللي شفناها دلوقتي دي ممكن تلبس دلوقتي، هي موضه في اي وقت. صحيح، بس هي ما فيش حد لبسها غير السيده ام كلثوم. يعني ده اللي ميزها قوي يعني. بقول لك هي، انا عايز اعرف، انا كان نفسي قوي اقعد معاها، لانه وانا لسه كنت هقول لك ده دلوقتي. ايوه بالظبط، هقول لك ده. انا كان نفسي ان الواحد يعني انا متخيل في بعض الشخصيات اللي رحلوا عن دنيانا بس موجودين بفنهم، كان نفسي اقابلهم واقعد اتكلم معاهم، وكان عندي احساس انهم هيحبوني. ايوه انا كمان جدا، لانها كمان انت عارف انا من كتر ما بتحب شغلها قوي وبتحب فنها قوي لا يعني. طب بقول لك ايه، تعالي بقى نسمع حاجه من اغاني ست ام كلثوم. يا ريت. ومن حظنا ان احنا النهارده معانا حسام. حلو. وحسام طبعا شهادتي فيه مجروحه، بس انا ما بقدرش اسمع اغاني ام كلثوم من اي حد بصراحه، لان في ناس بتبوظ الاغاني، وفي ناس بتفضل مش هقول بتحلي، لان مش حد هيحلي اغاني ام كلثوم، لان مش حد هيقدر يغني احسن منها. صحيح. بس حسام حسني في الحقيقه من الناس اللي بتعرف تغني كويس قوي، وهو دارس ومذاكر. بص بيضحك ازاي. دارس ومذاكر فعلا اغاني الست ام كلثوم، وعشان كده حتى
في الفقرة بتاعت جلاديس حداد لما بيغني وقف الخلق، أنا اخترت هو اللي يبقى دايما الباك جراوند بتاع الفقرة، إن هو فعلا صوته حلو ولايق على أغاني أم كلثوم. فتعالوا نسمع، سمعنا إيه يا عبقري؟ دلوقتي أغنية سيرة الحب، جزء الله. أو كوبليه من سيرة الحب لست أم كلثوم، وناخد فاصل ونرجع نكمل مرة تانية مع دينا نصير. مزيكا. مرة تانية بنتكلم عن كوكب الشرق ست أم كلثوم اللي رحلت عن عالمنا في السبعينات من القرن الماضي، لكن في الحقيقة أغانيها هتفضل في وجداننا، مش هتمشي أبدا حبيبتنا. صحيح. يلا نكمل. يلا نكمل. بس عايزة أدعو كل الناس تروحوا تزوروا متحف السيدة أم كلثوم في المنستيرلي، لأنه فيها كل مقتنياتها، وهتعرفوا عن تاريخ مصر. زي ما هو شريف قال إن السيدة أم كلثوم هي جزء من حدوتة مصر، فيعني بنتمنى ان انتوا كلكم تروحوا المتحف وتتعرفوا على تاريخنا وتتعرفوا على المقتنيات. انت عارف كمان في المتحف بره، في بره في يعني بره في الجنينه في المتحف في تمثال للسيده ام كلثوم، عامله طبعا النحات اللي توفى السنه دي ادم حنين. يعني بجد حاجه عبقريه، حلو جدا جدا. اوكي طيب نكمل ونشوف بقيه الصور. ورونا كده الصوره اللي عليها الدور لو سمحتوا. اوكي اوكي. ده برضو من الفساتين. بص يا شريف، رائع. لا لا لا، بص ده جيبير. جيبير بالظبط، جيبير كله، جيبير اوف وايت مع جولد. بص بس انت ملاحظه حاجه، اغلبيه الفساتين والموديلات هي مش عامله ميكس اند ماتش لقماشه، هي الفستان كله قماشه واحده. صحيح صح؟ هي يعني مش مدخله حاجه مع حاجه، مش مدخله مثلا نص الفستان مثلا جيبير او دانتيل مع ستان او تفتاه، لا كله كل حاجه بس بيبقى فيه تطريز، لازم يبقى فيه تطريز، لازم يجنن. وطبعا والماتشنج طبعا اللون بتاع. لا بص بقى النضاره بقى. انت قلت لي بقى القصه اول مره كنت اعرفها بتاعت النضاره، ان سبب الغده الدرقيه في عينيها بقت جاحظه، فهي بقت تلبس النضاره. بقت تلبس النضاره، وقررت ان السيده ام كلثوم مش هتلبس اي نضاره برضو. يعني النضاره في الوقت ده كانت الكات اي اللي هي على شكل قطه كده شويه، وفي نفس الوقت كمان مرصعه بالماس. يعني سيده دي موجوده في المتحف بتاعها على فكره. اوكي. الصوره اللي بعديها. اللي بعديها ده بقى المجوهرات بتاع السيده ام كلثوم. ده كليه، ده البروش، البروش اللي على شكل هلال. فاكر موجود في على طول، كانت مميز قوي. شفتيه في الحقيقه؟ لا انا شفت. ايوه شفته. ضخمه كده جدا. انت مش فاكر كان في احدى الفساتين كانت بتبقى لابساه عليه؟ طبعا دايما. عايز اقول لك ان ده هديه من ملك المغرب. أوكي. لان كل المجوهرات اللي كانت بتيجي للسيده ام كلثوم كانت من ملك سوري مش من ملك المغرب بس، كانت كلها هدايا من جميع انحاء الوطن العربي. اوكي نشوف الصوره اللي بعديها كمان. بص يا شريف، الكوليه ده هديه من الشيخ زايد. وهيبقى في صوره بعديها هنشوف. انا عايزه اوريك الفستان اللي هي كانت لابساه. بص يا شريف الفستان، بص بقى ده داخل فيه ريش. انت متخيل الكمام فيها ريش؟ اوكي. عايز اقول لك ان ده العقد ده مصمم مخصوص للسيده ام كلثوم، وده كان هديه من الشيخ زايد. ايوه بالظبط. وعايز اقول لك انه ده اتباع في مزاد في دبي، كان فيه حوالي 1818000 لؤلؤ طبيعي. ده في الكليه ده 18 لوليايه طبيعيه. 18000؟ لا 1888. 1888 18000 لولو. بالظبط لولو. لولو طبيعي. 1888 لوليايه بالظبط. اوكي طب ونشوف اللي بعدها. بص بقى هنا بقى انا اخترت ليه، عشان اوريك برضو الحلق بتاعها. يعني ابتدت برضو تختار الجولري وتختار الحلق بتاعها. بصي الحلق هنا، وخدتي بالك الشينيون ورا البان اللي فيه زي الكحكه، يعني زي ورده، يعني فظيعه فظيعه فظيعه، حلوه جدا. ممكن. بص بقى جزامها يا شريف والشنط بتاعتها، الشنط بتاعتها صغيره على فكره. السيده ام كلثوم كانت ممكن تبان ان هي ضخمه، بس هي بتيت، يعني مش بتيت قوي، بس هي حجمها صغير. قصيره. قصيره وحجمها مش تخين على فكره، بس هي عشان قصيره وفي نفس الوقت كانت بتبان ضخمه شويه على المسرح. أوكي. بص الجزم بتاعتها تحس ان هي جزم سندريلا. وايه هنا بقى؟ بص بقى هنا دي بقى اللبس الكاجوال بقى. مدام اندري
دي مدى اندري اللي كانت بتفصل اللي كانت بتفصل لها كاجوال. بص بقى الوايت سوت اللي لابساها السيده ام كلثوم مع وقفتها وهي ماسكه المروحه. لا فيري اليجنت. بص بقى السيده ام كلثوم على البحر يا شريف. الكاجوال. فاكر زمان في الفتره دي في الخمسينات كنا بنشوف الممثلين في هوليوود كلهم لابسين الاشارب وكانت دايما النضاره وتلاقي فيه العربيه الكابورليه ودايما يبقى فيه الاشارب ده حتى في فنانين بتوعنا. السيده ام كلثوم كانت محتشمه وفي نفس الوقت شيك واليجنت وكانت محافظه دايما على ان هي الست اللي عمرها ما هتنسى الاصول بتاعتها المصريه الاصيله. اوكي بص بقى الصوره دي، بص التيار اللي كانت لابساه السيده ام كلثوم. رائع رائع رائع. اوكي هنا بقى هي كانت فريد، بس انا بتكلم على اختيارها للبولكا دوتس، عشان البولكا دوتس دي اللي هي المنقط دي من الاقمشه التايمليس، بيقولوا ان هي عمرها ما بيروح عليها وكتير جدا من الناس لبسوها. وهنا هنا بقى بص بقى برده الانصام اللي كانت لابساه او التيار اللي لابساه برده رائع. كل لبسها بص بقى هنا كمان الالوان برضو عليها حلوه قوي. التيارات واختيار السكارت بتاعها وكل، لا خلاص كده متهيألي دي قابلت. عايز اقول لك دي اخر بقى قصه عايز احكيها، ان السيده ام كلثوم تم تكريمها كاحدى ايقونات الموضه الكلاسيكيه من خلال كتاب صور في مطار هيثرو في انجلترا. عايز اقول لك ان ده في طبعا جاكلين كينيدي وفي برنسس ديانا ومانري مونرو، وهنا كانت التقت بممثل فرنساوي جون كلود باسكال وكان معجب جدا بالستايل بتاعها، كانت لابسه فرو وفستان بتاعها فيه جولري كده، فكان معجب جدا بستايل السيده ام كلثوم. يعني هي ابدعت بصوتها وابدعت في شياكتها وابدعت في وطنيتها. بالظبط الف رحمه ونور عليها. سابت لنا كنوز من الاغاني الحلوه اللي كانت زي ما كانت بتختار طبعا لبسها الحلو ده، كانت بتختار اغانيها والناس اللي معاها والساده الموسيقيين اللي معاها العازفين، كل حاجه كانت بتختارها انت عارف يا شريف ان هي كمان كانت بتختار الفساتين على الاغاني بتاعتها تبقى لايقه على الفساتين، تبقى لايقه على الاغنيه بتاعتها. يعني لو هتغني اغنيه مود والحب والكلام ده كله، تختار اللون وتختار الاقمشه المناسبه كمان للاغاني بتاعتها. ازاي نسيت اقول ده؟ ايوه ميرسي ادينا قوي، ميرسي قوي، انا مبسوطه قوي. ثانك يو. انت الفقره دي ممتعيني بيها. المره اللي فاتت كانت الاميره ديانا. ايوه الاستاذ ديانا. النهارده كنا بنتكلم عن ام كلثوم. تحبي تقولي اللي عايز يتواصل مع دينا نصير فيسبوك وانستجرام موجودين على الشاشه. تحبي تقولي الاسبوع اللي بعد اللي جاي هنتكلم عن مين ولا نسيبها مفاجاه؟ لا خلينا نقول عشان نحمس الناس كمان يتفرجوا معانا. يلا الاسبوع اللي بعد الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الرئيس انور السادات، وعايز اقول لحضراتكم ان هو كان من اشيك 10 رؤساء دول في العالم يعني، وبشكر شريف قوي قوي لانه ده ما تشكرنيش انا. لا أنا عايز أشكر أسرة الشهيد محمد أنور السادات والسيدة حرمه السيدة جيهان السادات، ربنا يديها الصحة وولاده. لأن أنا كلمتهم واستأذنتهم في الحقيقة إن أنا هعمل فقرة عنه وهم ما بخلوش عليا، وبعتوا لي كمية صور هتشوفوها لأول مرة اكسكلوسيف لينا للزعيم الراحل الشهيد محمد أنور السادات، صور شياكته بقى مش هو لوحده، كمان والسيده حرم والسيده جيهان السادات وولاده، وصور في 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 لبعض المناسبات السعيده جوه العيله عندهم، فهتشوفوا حاجه ان شاء الله تعجبكم. انا متحمسه جدا جدا لانه زعيم انور السادات كان شيك جدا جدا، وفي نفس الوقت كان برضو محتفظ بهويته المصريه. جلباب برضو لما كان بيروح ميتا بولكوم والبايب بتاعته، يعني كان ليه برضو بعض التفاصيل كاركتر، هو شخصيه بالظبط، ليه برضو بعض منفرده جدا، شخصيه جدا منفردة جدا جدا، فليه تفاصيل حلوه قوي، وانا بعشق شياكته بصراحه. صحيح. ان شاء الله تبقى فقره تعجبكم. مره ثانيه بشكر عائله الزعيم الراحل شهيد محمد انور سادات على انهم بعتوا لي الصور دي عشان نعرضها في الفقره الاسبوع اللي بعد الجاي مع دينا نصير ان شاء الله. طب تيجي بقى نختم بقى بحاجه بقى دام عمالين نتكلم عن ام كلثوم، يبقى نختم بحاجه ارجوك لان اهالينا كلهم مستنيين كل الاغاني دي. بالظبط. ايه هتغني ايه يا استاذ؟ دلوقتي اغنيه انا في انتظارك. يلا وبلي منها نختم بيها. يا رب تكون اتبسطتوا عندنا النهارده في 4 شارع شريف، واستنوا بكره ان شاء الله في نفس ميعادنا، ولو سمحتوا من فضلكم اللي هينزل الشارع يلبس الكمامه حفاظا على نفسه وعلى الاخرين، وربنا يديكم الصحه. شكرا لكم.
باي باي.